يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخل علي وقت الصلاة وأنا مسافر بالطائرة ولم تكن الصلاة مما تجمع كصلاة الفجر، فهل أصليها في الطائرة؟ وهل يشترط القيام والركوع والسجود أم يكفي الإيمان؟ وهل يشترط كذلك استقبال القبلة؟ إذا كانت الطائرة تهبط قبل طلوع الشمس أخرها لما تهبط تصلي على الأرض. إذا كانت الطائرة تستمر يخرج الوقت تطلع الشمس ما صليت الفجر، صل في الطائرة على حسب حالك، على حسب حالك. نعم.